تشير بعدم السماح لأي قوة من الأمم المتحدة بدخول إقليم دارفور. وأضاف البشير أمام عدد من نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن أهل دارفور هم الأقدر على حل مشكلتها. عشان كده أنا أنتهز الفرصة دي وأقولها تاني ويسمعوها أحسن مني أنا مباشرة. أنا قاعد رئيس ما في قوات للأمم المتحدة تدخل دارفور. كلمات قوية تشبه مثيلات لها سابقة تعكس في مجملها ضيق الحكومة السودانية بمواقف المجتمع الدولي التي لا تتغير تجاه سياساتها على الرغم من قولها إنها استجابت لما هو مطلوب منها في مجال المفاوضات. لأنه أنا أسهل لي مليون مرة أبدأ قايد للمقاومة في دارفور ضد القوات الإجبارية ولا رئيس جمهورية محتلة. المجموعة الدولية للأزمات حددت موقفها بوضوح بمطالبتها بعدم التمديد لقوات الاتحاد الإفريقي بعد 30 سبتمبر المقبل والتمهيد لإرسال قوات دولية تحل محلها. مصادر في الأمم المتحدة قالت إن معارضة الحكومة السودانية لمجيء هذه القوات يعكس تخوفها من تفويض القوات مهمة إلقاء القبض على مرتكبي جرائم حرب في دارفور، وتقول إن الجهود لتحقيق العدالة يجب أن توجه لحماية شعب دارفور ومنع وقوع المزيد من الجرائم. وتسعى الأمم المتحدة إلى الحصول على معلومات إضافية عن المجموعات التي تهاجم وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وهي تتهم الحكومة السودانية بعرقلة جهودها في الوصول إلى مئات الآلاف من المحتاجين في دارفور وشرق السودان.